الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إلى صحيح البخاري كتاب الأذان، باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. مر علينا هذا الإسناد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري القاضي من الثقات. قال النسائي: ثقة مأمون، ووثقه ابن معين وأبو حاتم وغيره. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثنا، قال عن أبي عون. أبو عون هو محمد بن عبيد الله بن سعيد أبو عون الثقفي الكوفي الأعور. قال أبو زرع الرازي: ثقة. قال ابن معين: ثقة. قال ابن سعيد: كان ثقة وله أحاديث. قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال عمر لسعد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضاه: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف، يعني أقصر أخفف، وأحذف في الأخريين، ولا ألو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، ذاك الظن بك، أو ذاك ظني بك. الله أكبر. هنا أتى بهذا بعد، يعني هذا الحديث أتى به في صلاة العشاء ليبين، أراد البخاري يدلل على أنه التطويل يكون في ركعتين الأوليين، لأنه قال كنت أمد في الأوليين. وتعلمون القصة، قد شرحناها قبل ذلك، وأن أهل الكوفة أتوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يشتكون سعد بن أبي وقاص، والأمر فيه ما فيه من المظالم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء الأمر إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، إلى عمر بن الخطاب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أتى بسعد، وطبعا بعث معه سلمان وغير سلمان حتى مروا بجميع مساجد الكوفة. فلما قالوا له: شكوك حتى في صلاتك، فقال: أنا ما ألو أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطول وأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك. طبعا هو يستدل بها بأن الركعتين، الركعات الأولى يعني، تستوي في الطول، وقد شرحنا ذلك، فصلنا أن البعض من قال بالاستواء قال: أما الأحاديث الذي جاء بأنه أن الثانية أقصر من الأولى كان لدعاء الاستفتاح، وهذا ضعيف، لكن نقول غالب الحال أنه كان يسوي بين، غالب الحال أنه ما كان يسوي بين الأولى والثانية، كان فيها الفارق بينهما بأن الأولى أطول من الثانية. فلما قال له ذلك قال: لا ألو أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك بأنه في صلاة العشاء يسن كما قلنا الجهر، ويسن أيضا أن تكون الأولى أطول من الثانية، ويسن أن تكون القراءة بأواسط المفصل، لأن النبي قال بذلك تصريحا لمعاذ عندما قال: صلي بسبح، هل أتاك حديث الغاشية، الشمس وضحاها. نعم. وفي قولي: ذاك الظن بك، ذاك الظن بك، ذاك الظن بك، وهذه لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، علمنا عمر بن الخطاب علما وأدبا راقيا ساميا أنك في الأفاضل حتى ولو جاءت الشكوى منهم صدر الباب بحسن الظن. المسألة الأخيرة في الحديث قوله: ذاك الظن بك، فيها حسن الظن بالأفاضل، وهذا الأصل في أهل الإيمان، لأنه إن وصله شيء عن الأفاضل أول ما يتبادر الذهن حسن الظن به ومراجعته ومحاولة الذب عنه، هذا فعل النبلاء. وإن بلغت الظنون ما بلغت، وجب على المرء أن يغالب ظنونه وأن يحسن الظن بأهل الخير. لذلك قال له عمر بن الخطاب: ذاك الظن بك. ولما عزله من أجل النظرة المقاصدية جعله من الستة الشورى، وقال: إن تولوها لسعد فإنه أمين، وما عزلته
لشيء، يعني لشيء فيه. فكان الأمر نظرة مقاصدية من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الفوائد المستنبطة: فضل التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي هي أعظم أركان الدين. من السنة تطويل الركعتين الأوليين في الصلاة. وجوب التبين إذا نما لعلم ولي الأمر. إذن الفائدة الثالثة: وجوب التبين قبل الاتهام. وجوب التبين قبل الاتهام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.